الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بالخير، ورفع الله درجاتكم، تقبل الله منكم صالح الأعمال، وغفر الله لكم ما كان من خطأ وزلل وتقصير. وبعد، فهذه أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب مواقيت الصلاة من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، غفر له وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فلعلنا نقرأ عدداً من الأحاديث، لعل الله عز وجل أن ينيلنا بذلك الأجر والثواب، وأن يرزقنا ما ينفعنا من العلم، وأن يوفقنا لما يرضيه جل وعلا. فلعلنا نقرأ عدداً من أحاديث هذا الكتاب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة، فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله. قال: أخاف أن تنام عن الصلاة. قال بلال رضي الله عنه: أنا أوقظكم. فاضطجعوا، وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال: يا بلال، أين ما قلت؟ قال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط. قال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. يا بلال، قم فأذن بالناس بالصلاة. فتوضأ وقضوا حوائجهم وتوضأوا إلى أن طلعت الشمس، فلما ارتفعت الشمس وابيضت قام فصلى. قوله في هذا الحديث: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فيه جواز الأسفار بالليل، وفيه أن مضي الإنسان في ليلة مع جماعته من الأمور التي لا حرج فيها. وفي الحديث إشارة أفراد الجماعة على أميرهم ورئيسهم بما يرونه صالحاً ومناسباً لهم، لقول بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله، والتعريس النزول في آخر الليل. وفي الحديث الاحتياط لأمر الصلاة وبذل الأسباب من أجل إقامتها في أوقاتها، ولذا قال لهم: أخاف أن تناموا عن الصلاة. وفي الحديث أن الإنسان إذا بذل الأسباب لأداء الصلاة في وقتها لكن تلك الأسباب لم تنجح معه ولم يتمكن معها من أداء الصلاة في وقتها، فإنه لا يلحقه حرج بذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وكل بلالاً بإيقاظهم، ولكن بلالاً غلبته عيناه. وفي الحديث ثقة النبي صلى الله عليه وسلم في بلال بن رباح رضي الله عنه. وفي الحديث من الفوائد أيضا أن الإنسان إذا فاتته الصلاة في وقتها فأراد أن يقضيها بعد الوقت شرع له الأذان، مما يدل على أن الأذان لا يختص بأول وقت الصلاة، إلا أن يخشى أن يشوش على الناس في أحكامهم. ومن أمثلة ذلك ما لو
كان الإنسان قد فاتته أو كان هناك مجموعة فاتتهم صلاة الفجر في أول الوقت، فإن المؤذن لو تأخر بأذانه فكان ذلك ملبسا على الناس لتعليقهم أمر السحور بأذان المؤذن. وفي الحديث أيضا من الفوائد أنه إذا فات شيء من الخير لم يقبل الناس بعضهم على بعض بالتلاوم ونسبة كل شخص للآخر، ذلك الأمر أو سبب فوات ذلك الأمر الذي يرغبون أن يصلوا إليه. وفي الحديث أن النوم عذر في ترك الصلاة في وقتها بشرط أن يكون الإنسان قد بذل الأسباب لأداء الصلاة في وقتها. وفي الحديث من الفوائد مشروعية الوضوء للصلوات المفروضة، وقد ورد في الأحاديث أن الصلاة يشترط لها الوضوء في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي الحديث من الفوائد أن الإنسان إذا قام في وقت النهي المغلظ فإنه يؤخر قضاء الصلاة الفائتة يسيرا حتى يفعلها في الوقت غير المنهي عن الصلاة فيه. وفي الحديث انتهاء وقت النهي المغلظ بارتفاع الشمس. وقوله هنا وبياضت يعني أن الشمس ارتفعت وزال عنها لون الصفرة الذي يكون حال طلوعها. في الحديث أيضا أن الصلاة إذا فات وقتها عن الجماعة فيشرع لهم أن يصلوا الصلاة الفائتة جماعة. وظاهر حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة في صلاة الفجر لما صلاها بعد طلوع الشمس، فإنه لو غير هيئة الصلاة لأخبر الصحابة عن ذلك، فلما أداها على صفتها من الجهر بالقراءة لم يشير لذلك لأنه هو الأمر المعتاد. هناك طائفة من الفقهاء قالوا صلاة الليل جهرية وصلاة النهار سرية، فمن فاتته صلاة الليل فصلاها في النهار فإنه يسر، ولكن هذا القول قول مرجوح، فإن ذلك لو كان حكما لا بينه النبي صلى الله عليه وسلم ولنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الإسرار بالقراءة في هذا الحديث وما مات له. أحسن الله إليكم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يسب كفار قريش، فقال: قال يا رسول الله، والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، وذلك بعدما أفطر الصائم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا والله ما صليتها بعد. فقمنا فنزل إلى بطحان وأنا معه فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. قوله في هذا الحديث جاء يوم الخندق. يوم الخندق هي غزوة الأحزاب، وقعت في السنة الخامسة للهجرة، وذلك أن المشركين بعد أحد تمالوا مع عدد من قبائل العرب على أن يغزوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكانت المدينة محاطة من جهاتها الثلاث بين جبل أحد، وهو جبل عظيم لا يستطيع الجيش أن يصعده، وبين الحرار في
بقية الجهات، والحرار مناطق شاسعة متباعدة فيها حجارة متركزة وقوفا بحيث لا يستطيع الناس أن يجتازوها بإبلهم وخيلهم، فإن الخيل والإبل لا تستطيع أن تتفادى هذه الصخور المتركزة والواقفة في هذه الحرار. فكان محل دخول المدينة محل يسير، فجاء الرأي بأن يحفروا خندقا يمنع المشركين من دخول المدينة، وفي هذا جواز حفر الخنادق من أجل قتال الأعداء والاحتماء منهم، وفيه أيضا اتخاذ الخطط والأساليب الحربية المناسبة في المعارك، وفيه أيضا من الفوائد أن الإنسان إذا فاتته صلاة فنسيها فإنه يصليها متى ذكرها. وفي الحديث من الفوائد أن قوله وذلك بعدما أفطر الصائم فيه دلالة على أن الصائم يفطر بمجرد غروب الشمس، وأنه لا يحتاج إلى احتياط أو تأخير. وفي الحديث تذكير الناس بعضهم بعضا ما فاتهم من الصلوات، وفي الحديث انتقال الإنسان من المكان الذي نسي فيه الصلوات إلى مكان أيسر وأسهل لأداء الصلاة فيه. وبعد هذا الحديث نزلت صلاة الخوف، فأصبح الناس يصلون الصلوات في أوقاتها على هيئات تناسب ملاقاة الأعداء ومقاتلتهم. وفي الحديث الوضوء للصلوات، وفي الحديث الترتيب بين الصلوات الفائتة، وبحيث تؤدى الصلوات الفائتة أولا. وفي الحديث أيضا قضاء ما فات من الصلوات على جهة الترتيب. وفي الحديث صلاة الجماعة للصلاة الفائتة وأدائها بعد ذهاب وقتها. وفي الحديث أيضا في جواز أن يقول الرجل ما صلينا وعدم الحرج من ذلك. أحسن الله إليكم. قال عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وأقيم الصلاة لذكري. في الحديث جواز حصول النسيان على الناس حتى فيما يهمهم من أمر الصلاة. وفي الحديث أن من نسي صلاة وجب عليه أن يصليها قضاء متى ذكرها ولو فات وقتها. وفي الحديث أنه إذا فاتت الصلاة لم يجزئ غيرها عنها. وفي الحديث أيضا أن فوت وقت الصلاة بدون أن يصلي الإنسان الصلاة الواجبة لعذر كفارته أن يقضي تلك الصلاة متى ذكرها. وفي الحديث ارتفاع التكليف بالنسيان، واستدل بالحديث على وجوب اتباع شرع من قبلنا وصحة الاستدلال بالشرائع السابقة، فإن هذه الآية واقم الصلاة لذكري وردت في سورة طه من خطاب الله جل وعلا لموسى عليه السلام. ولذا استدل جماعة بهذا الحديث على جواز الاستدلال
بشرع من قبلنا. شرع من قبلنا الذي يحتج به يشترط فيه أن يكون منقولا بشرعنا، أما ما نقل من طريقهم فإنه لا يحتج به بالاتفاق لعدم الثقة به لحصول التحريف فيما نقلوه. وكذلك يشترط ألا يرد شرعنا بنسخه، إن ورد شرعنا بنسخه لم يصح لنا الاستدلال به. وبالتالي هذا الحديث حجة لمن قال بأن شرع من قبلنا الوارد في شرعنا والذي لم يرد نسخه في شرعنا حجة يجوز الاستدلال به. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. أسبغ الله عليكم نعمة وفضلكم على كثير من عباده، وغفر الله لوالديكم، وجعلكم الله أئمة هدى يقتدى بكم في الخير، يسار على طريقتكم في الحق، فيكون سببا من أسباب مضاعفة أجوركم وكثرة ثوابكم. كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين الأحياء منهم والميتين، ونسأله جل وعلا أن يغفر لهم ذنوبهم وأن يبارك لهم في أعمالهم وأن يجعل عاقبتهم عاقبة التقوى. كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.